القوالبيات قبل كنا تصيفطوا الفوزيه حكا راه ما شفناش العرض ديال تكسير الاسعار. كنا ناعسين، كتنعسوا مع 11، الفيديو حطيته مع 11 نعسوا، نتوما مع 11 زعما ما سمعش كي اش قالت لك فوزيه، قالوا لي هذه اللي راه كنا ناعسين ما شفناش الفيديو ديال تكسير الاسعار. والسلام حنا صافا بخير، واش كتعاودك شي مزيان؟ وكنتسنى عليك من قبيله صاحبتي، قبيله سال العرض، درتي لهم 13 ساعه وسال العرض، وبقاو كيصيفطوا لي شي كليانات. اختي صيفطوا لي شي كليانات، قالوا لي بقاو كيطلبوا فيا، تيقولوا لي وزيدينا غير النهار. راه كاين اللي نتي لحتي الفيديو بالليل ما شافوش حتى الصباح، ودابا شنو غندير معاهم؟ وشوفي كيديري صاحبتي، شوفي كيديري، راه كاينين لي كوموند بزاف باقيين كيجوني لحد الان، ولكن انت حبستي البرومو. شوفي كيديري، زيديهم غير غدا، الله يرحم لك الوالدين، زيديهم غير غدا. بدات انا راه ماشي ما باغاكمش تستافدوا ولا شي حاجه، ولكن راه داكشي فيه تمانه. تصوروا دابا نيت فاش درت دابا تكسير الاسعار، راه السوق راه ساله. دابا هادو اللي كيطلبوا فوزيه راه كيطلبوها، ولكن راه السوق راه ساله اصلا. واخا نبين صيفط لكم ما كاينش، بس خصني نمشي عاوتاني نصاوب ستوك جديد، خصني بعدا لومبالاج ما بقاش، لومبالاج خص حتى هو لومبالاج يوصلني، خصني نطلب على لومبالاج يجيني. واش لا وما هي وما لونها؟ وشوفوا دابا الخدمه اللي درتو لي هاد يومين، دابا عندي واحد الخدمه. المهم انا من عندي غنزيدكم يومين في البرومو، وغادي نبقى نذكركم بها صباح وعشيه، ندير لكم فيديو باش تفكروا انه راه كاين برومو ديال تكسير الاسعار في الباك ديال الوجه. البنات اللي عندهم الكلف، الاثر ديال الحبوب، التصبغات، البنات اللي عندهم كذلك الحبوب، البنات اللي خايفين من التجاعيد، هاد الباك هذا راه جمع هادشي كامل، وراه غزال فيه كاع داكشي اللي غادي تحتاجي، يعني كاع داكشي كتحتاج البشره كاين فيه. اول حاجه كاينه فيه اللي هي ليكرون سولير، اللي ضروريه في اي منتجات ديال العنايه بالبشره، الا ما كانش فيها الواقي الشمسي بلا ما تعذبي راسك، لانه واخا يكون المنتجات مزيانين، اذا ما كايناش حمايه من اشعه الشمس، ما كاينش ليكرون سولير، بحال كتكبي الماء في الرمله، ما غتكون حتى شي نتيجه نهائيا. ليكرون سولير كيحمي بنسبه 50 اس بي اف، كيتعاود كل ساعتين، بحال ليكرون اللي كاينين في البارات، حتى هما كيتعاودوا كل ساعتين، حتى هذا كيتعاود كل ساعتين. بالاضافه لانه التكستور ديالو فيها مواد اللي مرطبه للبشره، ما تحتاجيش تستعملي معاه شي كريم مرطب، لانه ديجا كاينه فيه مواد مرطبه للجلد. كاين فيه كذلك الجيل نيتوايون اللي ضروري يكون في اي منتجات ديال العنايه بالبشره، جيل منظف للوجه، ويكون كيحتوي على حمض الساليسيليك. ضروري لي برودوي ديال تنظيف البشره ديالكم يكون فيهم حمض الساليسيليك، لان حمض الساليسيليك اول حاجه كيعمل على تضييق المسام بالدرجه الاولى، ثاني حاجه كينشف الحبوب اذا كان عندك الحبوب، وما كيخليش الحبوب الجديده انها تخرج. في كذلك الفحم النشط لو شاربون اكتيف اللي مزيان بزاف في التفتيح، وكينقي كذلك المسامات من الاعماق، وكيهنيك مره السوداء والبيضاء. في كذلك شجره الشاي اللي كتعقم الجلده، واي حاجه كتعقم الجلده فهي كتحميك من الحبوب. في كذلك الجوجوبا اللي كتوازن لك الزيوت اللي كتكون في الجلد، وهادشي كيخلي البشره انها ما تفرش الزيوت الزائده بافراط، وفي نفس الوقت ما تكونش ناشفه. بالاضافه لانه راه ما فيهش نهائيا السلفات، انا المنتجات ديالي ما كنخدمهاش بالسلفات نهائيا، لانه انا كنخدم منتجات بيو، منتجات بيو ما تيكونش فيها السلفات، كنخدم بلاصه السلفات بالبلونتا كار 2000، واحد الماده سميتها بلونتا كار 2000 اللي مصدر ديالها طبيعي، وكتعوض السلفات وكتنقي وكتنظف البشره بلا ما تنشفها نهائيا. الباك راه شي كيكمل شي، كل حاجه كتخدم على حاجه وشي تيكمل شي. بالنسبه للماسك، الماسك البنات اللي عندهم لي طاش اثر الحبوب، الكلف هذا هو اللي يليق لكم، هذا فيه الالفا اربيتين، هذه مواد اخرى اللي مزيانه في لارجيل فيغ، مزيان بزاف بالنسبه لطاش الاثر ديال الحبوب، التصبغات. الالفا اربيتين البنات هي عباره على واحد الماده اللي كتعالج الكلف، وماده اللي مصدر ديالها طبيعي. المنتج رقم 4 اللي كاين في الباك، لانه فيه خمسه المنتجات، اللي هو هذا اللي هو كوماج. الكوماج ضروري، راه كاينين شي بنات كيستهنوا بالكوماج وما كيتسوقوش ليه، ضروري دير لهم كوماج باش كينقي المسامات من الاعماق، واي حاجه درتيها للبشره ديالك كتستافد منها البشره بشكل اكبر. كاين فيه هذا اللي كيحماقوا عليه البنات، اللي هو كريم نعومه، بزاف البنات كيحماقوا عليه، هذا من اول استعمال البنات كيتسطاو عليه، لانه كيخلي ترطيب زوين، التركيبه ديالو مائيه، يعني ملي كديري الوجه ديالك ما كتحسيش بالوجه ديالك مزيت، ولكن كتحسي بالوجه ديالك منتعش، ترطيب طبيعي، لانه فيه حمض الهيالورونيك اللي مزيان للتجاعيد، وكيرطب البشره من الاعماق. بالاضافه لانه فيه حمض اللاكتيك اللي كيدير تقشير طبيعي للبشره وكيفتحها مع الوقت. الباك البنات فيه خمسه ديال المنتجات، ليكرون سولير اللي ضروريه، جيل نيتوايون، جيل منظف الوجه،
ماسك البارون لعلاج الكلف والآثار الحبوب والتصبغات، قماش لطافة لتنظيف المسامات والرؤوس السوداء والبيضاء والأوساخ التي يكون في البشرة، كريم نعومة للترطيب وتفتيح البشرة. 5 ديال المنتجات البنات بثمن منتج واحد اللي تقدري تاخدي في بارا مثلا غير اخوم 200 300 درهم، غير جيل نيتوايون 200 300 درهم. انا درت لكم 5 المنتجات با كامل ب 290 درهم، والتوصيل بالمجان في ما كنتي داخل المغرب. اي وحده بغات تواصل مع فوزيه عبر الواتساب هنايا، ولا غادي نصيفطوا ليها يوصلها، وخلاص راه ما كتخلصوا حتى كتوصلكم لا كوموند للدار. اي وحده بغات هاد البرودويات هادو تواصل مع فوزيه. وشوفوا البنات راه غادي نزيدكم هاد اليومين صافي، ما بقاش غادي نعاود نزيد، راه درتو لي خدمه عندي الخدمه دابا، حيت ستوك ساله مني درت البرومو ديال تكسير الاسعار، داكشي اللي درت في ستوك طار طار، كلشي تكوموندا، ما بقاتش دابا شي حاجه. يعني خصني نمشي نجيب ستوك جديد باش نقدر نصيفط للناس اللي زدت لهم دابا في العرض. صافي ومرحبا بكم.